الحمد عبد لله. الله عليه، هذا الثاني، هذا هي كورة هي الثاني هي وهذا هي الثالث. هي مرحبا بكم الناس الكل في ردة فعل جديدة على المباراة اللي يستنوا فيها الناس الكل، مباراة المنتخب التونسي ومنتخب زامبيا في زامبيا تحديدا. مباراة قوية برشا، مثيرة برشا. المهم ابقوا معنا في الفيديو، ما تنساوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل ملخصات المنتخب التونسي، المنتخب الجزائري وكل المباريات تقريبا. المهم يا جماعة، مباراة قوية ان شاء الله نتمنوا فيها الفوز للمنتخب التونسي. متحمس برشا المباراة هذه، تابعوا معنا الفيديو للاخر. يلا نمشوا لردة الفعل. بدينا يا جماعة في الملخص، المباراة باش تبدا بعد قليل. طبعا الملخص، بدأت المباراة المنتخب الزامبي، مباراة قوية، مباراة صراحة من اهم المباريات في تصفيات كأس العالم للمنتخب التونسي. هذه اول لقطات المنتخب التونسي. ان شاء الله ان شاء الله المنتخب التونسي يفوز في المباراة هذه، نتمناو ولو انها مباراة صعيبة، مباراة في زامبيا. هذه كرة المنتخب التونسي، وامشي. ضربة جزاء، ضربة جزاء للمنتخب التونسي يا جماعة. خلينا ندور، خلينا ندور. وياه الهدف الأول للمنتخب التونسي منذ الدقائق الأولى. برافو 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 للمنتخب التونسي. سيناريو، أحسن سيناريو يتمناه كل تونسي في اللقطة هذه وفي المباراة هذه. برافو برافو، والله يفرحونا من أول دقائق. أما تو ردوا بالنا، ردوا بالنا، خطر منتخب الزامبي صعيب، ماهوش سهل، خاصة يتلقى هدف في الدقائق الأولى. أكيد باش نشوفوا ردة فعل قوية. ردوا بالكم. فما مخالفة، مخالفة معروف على اللاعبين القارة السمراء انهم عنيفين. ردوا بالنا من الاصابات زاد. اوه معلم، باهي دينان برون. الدفاع لازم دفاع حديدي اليوم، الدفاع هو كلمة السر. لو الدفاع يكون في يومه في المباراة هذه باش نفوزوا بها ان شاء الله. هيا يا تونس، ما تحشموناش، ما تحشموناش يا اخوالي، امشي. باهي حتى الان ما ثماش ردة فعل قوية من زامبيا، ودفاع المنتخب التونسي حتى الان دفاع صلب، ما خلاش حتى الوسط، معناتها متكتلين في الوسط، ما خلاوش المنتخب الزامبي يدخل حتى منطقة الجزاء. ما شاء الله عليهم، ديلان برون ومرتاح. شوف معناتها ما ثم حتى فرصة المنتخب الزامبي حتى الان تقريبا، ثم ممكن رقم 8 هكا دخل منطقة الجزاء بكري. هيدلا، هذه جول، هذه جول، هذه جول. اوف خسارة والله، كان هدف يعني، وكان باش يكون هدف جميل جدا للمنتخب التونسي. والله خسارة، برافو بالنسبة لفخر الدين بن يوسف. شوف قلت لكم اصابات، يعني ردوا بالنا من الاصابات، خاطر منتخب زامبيا عنيفين يعني. ردوا بالنا من الاصابات. برافو، تقريبا ما نمسهاش فاروق بن مصطفى الكره هذه تقريبا. بدي الزحف، بدي الزحف، هاي بدت ردة الفعل المنتخب الزامبي. ردوا بالنا يا جماعه، خلوهم شي يدخل. فما انذار، باهي باهي. خزر يضحك، خزر هو سجل ركلة الجزاء. مخالفة، شوف هذه. خطأ من الدفاع، من الحارس. ما تعدتش. باهي باهي، فاروق بن مصطفى اليوم في نهاره ان شاء الله. ردوا بالنا في الدفاع، بداوا يهاجموا، بداوا يهاجموا في الشوط الاول. من الدقيقة تقريبا 33 بدات الزحف الزامبي. هيا اوف، باهي باهي، مش مشكلة، مش مشكلة. المهم الشوط الاول 1-0 منتخب تونس. الحمد لله، الحمد لله، الكرة هذه كانت بونت. شنو هذا، شنو هذا؟ الشوارع في دفاع المنتخب التونسي توا مشكلة بتولي. امشي، توا بتولي لنا مشكلة برجولية.
في تصفيات مونديال قطر بدا الشوط الثاني توا امشي للمنتخب الزامبي حذري والكره ضاعت. منتخب تونس لازم يفوز في المباراه هذه، وباش يفوز لازم يضيف الهدف الثاني، خاطر منتخب زامبيا قادر على التسجيل في اي لحظه امام جمهوره في ملعبه. خطيرين عندهم اللاعب رقم 8 والجهه اليسار نتاعهم خطيره، او الجهه اليمين عفوا خطيره برشا. او باه فاروق مصطفى عجبنا اليوم، والعيدوني زاد في وسط الميدان مسكرها بصراحه. قد ياخذ مكان وهبي الخزري. التغيير الثاني في تشكيله فرجاني ساسي يخرج امشي لا شد الردوبان، ما تخلونيش نجن عليكم اليوم. الجانب الدفاعي في هذا الشوط الثاني للمساكني، المساكني تخلى دقيقه ثمانيه بضربه جزاء طويله للجزائري. هاي 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 بالله يفوتني، اعطي هذا في راس. ويصلح الياس الصخيري يرتكب المخالفه، اما مخالفه يرتكب المخالفه الياس الصخيري على هي هيك حتى اما ما ضربوش شوي. اثيوبيا 15 لاعب المنتخب الزامبي، هذه كره طويله امشي. منتخب التونسي لازم يسجل الهدف الثاني. خطيرين، شوف 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 خطير اللاعب هذا. هاي الكرات اللي نخاف منها بصراحة، ثم الكرات العالية يعني ثم مساحات في دفاع المنتخب التونسي. ربي يستر وكو امشي. مالاش مخالفة برجل. شنو هذا؟ ثم لخبطة في دفاعات المنتخب التونسي في الشوط الثاني، ثم مشاكل. الشوط الأول كان على الأقل. برافو برافو فاروق بن مصطفى ينقذ تونس. امشي صحيت صحيت يا معلم، صحيت يا عيدوني معلم. معلم باه باه اخرجوا كانك ماركيت بونت وسي بون. خازري خرج. ايه ما تخلوهمش يفوتوا اللوح، من يدخلوا من جزاء. خطيرين عندهم اللاعب رقم 8 صعيب. امشي امشي امشي. منتخب التونسي فرصتين فقط، فرصة تسجلت وفرصة ضاعت، معناتها ما شفناش فرص أخرى. أوه هو 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 تجمدت في الكرسي والله، واحد تجمد ظنتها هدف والله الحمد لله. هاي 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 جول جول في الدقيقة 90 يسجلوا. الحمد لله والله الحمد لله، منتخب التونسي فاز. برافو 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 والله. الواحد تو يتنفس والمنتخب التونسي قدر انه يفوز بثنائية نظيفة على منتخب زامبيا في بلاده. المنتخب التونسي اليوم عجبني، خاصة الوسط يعني كان متماسك، ما شفناش المنتخب الزامبي عنده فرص برشا. قلق صحيح الدفاعات التونسية، لكن ثم فاروق بن مصطفى زاد تألق وعمل ديبارات باهين، والدفاع كان في يومه، على الأقل ما ثماش أخطاء دفاعية في منطقة الجزاء، لذلك المنتخب التونسي فاز وقضى عليهم في الدقيقة 90+2 بالهدف الثاني اللي خلاص يعني كمل المباراة ودكلارة على الفوز للمنتخب التونسي. إن شاء الله ديما المنتخب التونسي فايز، وإن شاء الله نشوفوه في كأس العالم قطر 2022. المهم يا جماعة ما تنسوش اللايك، اشتراك في القناة وفعل الجرس، وملتقانا إن شاء الله في ردة فعل أسطورية أخرى على المنتخب التونسي والمنتخبات العربية الأخرى. سلام.